كم أصبح سعره؟ السؤال الأبرز بين حديث البغداديين، فبدون سابق إنذار مؤشر ارتفاع أسعار المواد الغذائية سجل قفزات تصاعدية. ارتفاع مفاجئ أسكب الزيت على نار أسعار المواد الرئيسية في الأسواق، نار اشتكى منها أهالي العاصمة. الفقير انسحق، انسحق يعني إلى أبعد حدود. كان بطل الزيت بألف وربع، ألف ونص، هسه أربعة إلى ربع إلى ثلاثة ونص. أبو القوت اليومي يعني أبو العمالة مثل ما إحنا المشروط أجور يومي ما تكفي. كرتونة مالتها ب62، يعني من قاعد فوق الأربع كسر أبو الجملة. طيب إذا بروح ياخذ أبو المحل بيش راح يبيع أكثر من خمسة ب5000. زين المواطن شلون بهالحال؟ إيش راح يسوي؟ شلون التصرف مالته؟ لهيب نار الارتفاع عملت وزارة الداخلية على إطفائه عبر حملة موسعة لمديرية مكافحة الجريمة المنظمة لمتابعة ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار. حملة شملت مناطق عدة في بغداد وتضمنت إلقاء القبض على عدد من المخالفين. شرعت مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بحملة واسعة في بغداد والمحافظات كافة لمراقبة غلاء الأسعار ومحاسبة المتلاعبين والمحتكرين للبضائع والذين يبالغون في زيادة في الأسعار وخلق أزمة. طبعا الحملة منذ أيام هناك إلقاء قبض على العديد من المخالفين وحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل. وقائية لا قمعية ما تقوم به القوات الأمنية من حملات لمتابعة أسواق بغداد الرئيسية، حملات تتزامن مع موجة غلاء الأسعار لبعض المواد وسط حديث عن تأثر الاقتصاد العراقي بتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان. ومع ما تشهده الأسعار من موجة ارتفاع مفاجئ، جهود رقابية تقوم بها وزارة الداخلية ضمن حملة أمن وقائي لاحتواء الأزمة قبل استفحالها. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.